قبل الأزمان حكايات العالم نحكيها برمضان معكن أبو فاكر حكوات الزمان يسعد لي أوقاتكم أخواتي وكل عام وأنتم بألف خير بتاني يوم من أيام شهر رمضان المبارك إلهي بينعاد عليكم جميعا بالخير. الحلقة الماضية بلشت أحكي لكم حكاية من كتاب كليلة ودمنة، أو بالأحرى الحكاية هي من مقدمة الكتاب، يعني لسه ما فتنا بالزبدة كلها وما طحشنا جواته للكتاب ولا أخذنا من عبره. ما زلنا عم نحكي عن الظروف والأحداث اللي أدت لتأليف هذا الكتاب القيم والمهم. وصلنا لمحل ما شال فيه اخوتنا الهنود الملك الغريب يلي ولا عليهم الاسكندر الكبير وجابوا محله ملك منهن وفيهن ابن بلدهن وبيفهم عليهن. بس مثل ما حكينا وقلنا انه اهل اول ما تركوا شي ما قالوا، وهون وقفنا الحلقة الماضية وقت سألتكن شو قالوا اهل اول بهالحالة. ما قالوا انه الكرسي بيغير؟ ايه طبعا بيغير، خاصة اذا هذا الملك كان جاي من بين الناس وكان مشارك بشيلة اللي قبله. يعني اول ما قعد على الكرسي حسب مظبوط قال لحاله مثل ما شلنا هداك يمكن يجي يوم ويشيلوني، معناته خليني اعمل حسابي ودقدق مسامير منيح بهالكرسي ودقدق اسفين بين العالم. وهذا حال السياسة دوما. بس الغريب انه حتى الشعب يلي هو بالحكاية الشعب الهندي الصديق، حتى الشعب اتغير. هذا الشعب نفسه يلي خلع الملك الغريب قرايب الاسكندر مدري شو صار له، قعد وسكت وبشكل ادق خنس قدام دبشليم. اعطيه فرصة أخي دبشليم منيح بس يلي حواليه عاطلي. هلق هيك بدكم نشيل دبشليم الفهمان ونجيب حيالله حدا؟ إيه ما في بديل أخي، أيام دبشليم ما عاد فرقنا هندوس أو زردشتية أو بوزية، عشنا كلاتنا هنود. يا أخي هي مؤامرة، الهدف منا النيل من سيادة الهند واستقلالها. لحظة كأني سمعان هذا الكلام من قبل. وين يا أبو فاكر وين؟ إيه اتذكرت بالتضليل الإعلامي وقت كانوا يشرحونا كيف بتنصنع أفلام الفيديو على الفوتوشوب وبتتفبرك. يحرق ديبن على هالإعجاز العلمي، لك كيف خلوا الفوتوشوب يلي بيشتغل صور يفبرك فيديوهات؟ ما بعرف شي. كأنه حتى هذا الكلام تبعي سمعانه أو قايله من قبل. لحظة شوي يا شباب، لحظة، مين موجود هون من الإدارة؟ يا أستاذ إياد، أستاذ إياد شوف يا أبو فاكر شو القصة؟ في مشكلة بالنص هلأ وأنا عم أسجل اكتشفت أني عم أعيد نفس الحكي اللي قلته من زمان، لك عم أعيد نفس التأفيلات، عم أعيد نفس الأفكار، عم أعيد. هلأ مو بالحلقة الماضية أنت قلت لنا أنه أهل أول ما تركوا شي ما قالوا، ومو قلت أنه نحن لازم نتعلم وما نرجع نوقع بالحفرة على مر العصور؟ إيه تمام. إيه فيا سيدي نحن ما عم نتعلم وعم نعيد نفس الكلام والنقاش ونفس الدويخة والحمام المقطوعة ميته. لهلأ بنطلك واحد بيقلنا كنا عايشين وما أحلانا، عأساس كانت عيشته بتاخد العقل، أو بيجيك حدا تاني بيقلك خلاص خلونا نرجع مثل أول. لك كيف بدك ترجع مثل أول واللي ماتوا واللي تهجروا واللي خسروا كل شي واللي لهلأ بالسجون؟ ما بيعرف يجاوبك. والتالت بيقلك خيو ما في بديل، ليش نحنا مشكلتنا بس إنه بدنا نشيل واحد ونحط واحد بداله؟ بتقله تور بيقلك احلبه. كمل عمي كمل، خليني ساكت يستر عليك. 3 سنين ولهلأ ما بنعرف نسمع بعضنا ولا نفهم بعضنا، ومنتهم بعضنا نفس الاتهامات ومنتطور على أعراض بعض ومندافع عن حالنا بنفس العصبية المناطقية أو الطائفية أو العرقية. لك مشان الله يا رجل، والله ما عاد عرفت شو عم يصير فينا. تعبت يا أبو فاكر تعبت. كمل عمي كمل. والفيلم مكفى وفاهمين وشايفينه من دون شاشة. يا الله. ايه اخواتي، بعد ما عزمته للأستاذ اياد على كاسة عصير وقت له دمه فيها رجعت لكم لنكمل الحكاية. كنت عم اخبركم كيف تغير الشعب الهندي الصديق وانقسم. قسم من الناس كان شايف انه صار في ظلم، وقسم تاني كان بيعتبر انه هذا بيضل ملك من عنا
مانو محتل بعد ما جربنا الملك الأجنبي، بدكن تغيروه خلاص هذا منيح. وطبعا في قسم كبير من إخواتنا الهنود كان له مصالح كتير كبيرة مع دبشليم، وزواله من الحكم يعني زواله من الحياة، أو هنن هيك كانوا مفكرين. بس بيني وبينكن القسم الأكبر كان خايف. لا تستغربوا، ما في ظلم، أو بصراحة ما من العقل إنه يكون في ظلم قدام التجحيش، لأنه التجحيش ما بيعرف عقل، والظلومية بدها عقل مو تجحيش. وبعيدا عن التجحيش، بعيدا كتير كتير كتير، حتى نصل للفلاسفة، لمع بوقتها نجم فيلسوف اسمه بيدبة. الرجل كان معاصر للملك دبشليم، وشاف منه ما شاف وعانى منه ما عانى، وهالناس كله مثله بالهند طبعا. بهداك الوقت كان بيدبة رجل مهم وفهمان، بس مو مشهور عند السلطان، كان بيسمع عنه بس ما بيعرفه، اسمه ومكانته مرموقين بس بين تلامسته وطالبين العلم اللحوحين. كان قلبه وعقله على البلد، مشان هيك كان عم يحوس بسبب أفعال الملك الفظيعة وكأنه قاعد على جمر. ايه اخواتي، مو كل الهنود بيقدروا يقعدوا على الجمر وهن مسترخين ويشربوا متة كمان. بتعرفوا لك والله هلأ خطرت لي انه يمكن السر بالمتة؟ ليش ما تكون المتة هي السبب باسترخائنا وراحة بالنا وصبرنا على الجمر يلي اخترق لوصل لأحف راسنا؟ ليش ما تكون المتة بالنسبة إلنا هي مثل القات بالنسبة لأخوتنا اليمنيين؟ بس لا ما بتزبط، لأنه اليمنيين بدون ما يكبوا القات من تمهم كبوا الملك تبعهم لبرا. طيب خلونا نأجل البحث في سر الاسترخاء لبعدين، لأنه بيني وبينكم أنا لهلأ ماني أخذ راحتي بالحكي، مدري ليش حاسس حالي قاعد على جمر. المهم كان هالفيلسوف قاعد بين طلابه وعم يفكر. إن من يجاور رجال السوء ويصاحبهم كراكب البحر، إن سلم من الغرق لم يسلم من المخاوف، فإذا هو أورد نفسه موارد المهلكات ومصادر المخوفات عد من الحمير التي لا نفس لها. أنا ما دخلني الأخ بيدبا هو اللي جاب سيرة الحمير، رغم أنه على زعم الحكاية بيدبا كان من البراهمة، وهي هي شغلة إلى علاقة بالدين الهندي، يعني فيكن تقولوا مثل الشيخ الخطيب عنا بس مع رشة فلسفة زيادة لصالح الهندي. المهم هذا كان جزء من الحكي المهم والكبير اللي حاول فيه بيدبا يقنع رفقاته وتلاميذه بوجوب وضع حد للملك، وانه لازم حدا يوقف بوشه ويقنعه انه تخنت يا ملك الزمان. بس كان الرد من التلاميذ غير ما كان متوقع تماما. شبك يا زلمي، كني طق مخك انت على اساس متدين ومتفلسف ومدري ايشو؟ لك حدا بزت حاله بين تماسيح ولاشو تعو نسبح؟ لك بيت بهاد ملك ملك هاد؟ يعني ما في عائل بيستخرج سم الحية وبيبلعه مشان يجربه. اي والله اذا بتموت ما حدا رح يلوم الحية، وما حدا بيلوم الاسد اذا بتفوت على الغابة وبتروح تتحركش فيه، حتى اذا بنكون كلنا معك اي والله ما بيطلع مننا المخبر. اي تعو لقلكن لأحكي لكم حكاية القبرة والفيل. حافظينا، روح انت وقبراتك وفيلك حكوا مع الملك ونحن ناطرينك هون. وما رضيوا التلاميذ يسمعوا الحكاية، يمكن لأنه سمعانينا شي ألف مرة. بس بيدبا كتب بالكتاب لأنه بده يوصل الفكرة تبعها للعالم، والحكاية بتقول. شو هذا؟ حسيت حالي شهرزاد، حيث أنه حل الصباح وسكت أبو فاكر عن الكلام المباح. بس هذا صحيح، هذا مو ديك، هذا منبه الموبايل رابطه مشان ما شط بطول الحلقة، معناتها صار لازم أختم. وبكملكن حكاية القبرة والفيل بكرة، استودعناكم أخواتي، بخاطركن. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014. عم تسمعوا راديو سوريالي.